قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ محمد الله المبارك الصباح صباح اليوم بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه حفظه الله وشكر الشعب الكويتي لاخيه خادم الحرمين الشريفين على المشاركه الفعاله للمملكه العربيه السعوديه في احتفالات دوله الكويت باعيادها الوطنيه على المستويين الرسمي والشعبي كما تضمنت العلاقات الاخويه التاريخيه الراسخه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين